أوضح رئيس حزب حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن اللقاء الذي جمعه مع شقيق الرئيس ومستشاره السعيد بوتفليقة كان في إطار مبادرة التوافق الوطني التي قدمتها حمص وتوجهت بها للسلطة والمعارضة. وكشف مقري خلال ندوة صحفية اليوم بمنتدى المشاهد أن حزبه طلب لقاء رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح عن طريق السعيد بوتفليقة 3 مرات لكن لم يتلقى الرد. وضعنا المبادرة في رئاسة الجمهورية، رئاسة الجمهورية استجابت. مرة كلفونا لوح، مرة كلفونا مساهل، ومرة كلفونا المستشار تاع الرئيس. فنحن نتناقش مع مؤسسة وكذلك بشكل علني. اللقاء نتاعنا نحن كان في رئاسة الجمهورية. في رئاسة الجمهورية. واشترطت أنا شخصيا على السعيد بوتفليقة أن ألتقي شخصيا بالقايد صالح. وأن أسمع منه بأذني هل هو موافق على هذه المبادرة ولا مش موافق. 3 مرات وأنا أطلب اللقاء مع القايد صالح، لأن احنا لما وصلنا إلى الحوار مع رئاسة الجمهورية قلنا احنا كنا طلبنا أن نلتقي مع المؤسسة العسكرية، ولكن ما دام ارتبط اللقاء الآن بمؤسسة الرئاسة فليس من اللائق وليس من المعقول يعني أن تكون عندنا اتصالات أخرى بمؤسسة أخرى تاع الدولة.